مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم أسباب توقف نزول الدورة الشهرية في اليوم الثالث. دورة اليوم الثالث هي واحدة من المواضيع التي تبحث عنها العديد من النساء لأنها تمثل مشكلة غامضة لديهن، ولأن من المعروف جيدا أن الدورة الشهرية ستستمر لمدة يومين إلى 7 أيام، وهي المعدل الطبيعي، وانقطاعها في اليوم الثالث يدل على وجود مشكلة. وجدنا أن هناك عدة أسباب وراء تقطع الدورة الشهرية في اليوم الثالث، ومنها الحمل الغير المتوقع، وهو أحد أسباب توقف الدورة الشهرية في اليوم الثالث. كذلك النساء اللواتي لا يعرفن أنهن حامل قد يصبن بالإجهاد، ولا يمكنهن التمييز بين الحيض والدم أثناء الإجهاد، لكن يمكن تمييزها عن الأعراض المصاحبة لها. وفي كثير من الحالات تؤدي الرضاعة الطبيعية إلى تأخير الدورة، بالإضافة إلى قلة كمية الدم، كما أنها تسبب في حدوث نزولها لفترة قصيرة، وعند بعض النساء تمنع الرضاعة الحيض طوال فترة. كذلك عندما يتعرض جسم المرأة لخلل في التوازن، سيكون هناك العديد من الهرمونات في الجسم، وسيكون لهذه الهرمونات تأثير كبير على بدء الدورة. ومن أهمها الهرمونات التي تسبب تضخم الغدة الدرقية أو كسولها، هي أحد أسباب انقطاع الدورة الشهرية في اليوم الثالث، أو النساء المعرضات لمتلازمة تكيس المبايض. كما ولبعض الأدوية التي تتناولها النساء تأثير كبير على مدة الدورة الشهرية، كما ويؤثر الإجهاد على مستوى الهرمونات في الجسم، مما يؤدي لحدوث اضطراب في الدورة الشهرية من حيث الكمية أو المدة. إذا كان هناك مرض أو خلل في الغدة الدرقية، فيجب معالجة هذه الأسباب حتى تحدث الدورة الشهرية بشكل طبيعي. وإذا كان انقطاعها ناتجاً عن سوء التغذية وممارسة التمارين الرياضية الشاقة، فيجب اتباع أسس نظام غذائي صحي شامل وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة. ويجب تجنب الضغط النفسي قدر الإمكان لأحداث دورات شهرية منتظمة.